مرة دلوقتي النهاردة بالظبط، النهاردة سنة كاملة على وفاة فخرنا الغالي الأستاذ عادل قادر رحمة الله عليه. مش عارف، معرفناش طبعا ننظم حاجة بشكل تليق بيه ولا تليق بالعظمة المناسبة. ربما كان الدافع أصلا لأن هو ما كانش، يعني هو ما بيعترفش بحتة الذكر السنوية أو حاجة من مبدأ ديني مرتبط بيه، واحنا كلنا دايما بنرفض التوجهات اللي هي معتمدة على جداول ذهنية متعلقة بالمناسبات الرسمية دي. لكن عادل القاضي رغم سنة مرت عمره أبدا ما فارقنا، لا فارقنا في روحه، دايما موجودة بحصنا، دايما متذكرينه، دايما على بالنا في كل الامور، دايما حتى والله يعني في احلامنا دايما بنتذكره في احلك الاوقات اللي كنا بنمر بيها. كان طموحه في المكان طموح كبير جدا، طموحه لينا كلنا طموح كبير جدا. كان نفسي نقدم للزملاء اللي هم تعاملوا معنا في انشاء الموقع ده احسن هديه النهارده ان هم كلهم يتعينوا. للاسف الاداره يعني ودن من طين ودن من عجين، ومش يعني مش متفرغه لينا لدرجه النهارده. كان نفسي لما كان مجلس اداره ينعقد لاول مره مع المكتب التنفيذي كان هيبقى ده هو الموضوع الرئيسي والطلقه الرئيسيه اللي كنت مركز عليها معاهم في الموضوع ده. كانت هتبقى اعظم هديه فعلا ان احنا كنا نعين دفعه عادل القاضي في بوابه الوقف، لكن ده مش معنى ان احنا يعني كانت هتبقى اكبر هديه فعلا لي، لكن الهديه ان شاء الله قائمه. وهديتنا ليه كلنا ان احنا دايما نتذكره بكل خير وكل دايما في دعواتنا. وامبارح لما صلينا العشاء وقعدنا ندعي له كانت دي اعظم حاجه الواحد يحس بيها ان هو بيقدم لحبيبه واللي هو صاحب هذا الكيان الكبير والروح الكبيره ان كنا نقدمها له امبارح. النهارده يعني نتذكره ونتمنى دايما يفضل على بالنا بالدعاء الطيب ليه، وان احنا على حتى نتذكر اولاده. ان احنا حاولت ادعي ابنه يجي يقف معانا شويه، لكن عنده امتحانات واسرته يعني مشغوله بامتحانات العيال. لكن عادل القاضي هيفضل فينا زي ما قلنا كده الفارس السائر الحليم الغاضب في الحق، القيمه الباقيه الاخلاقيه. ما قدرناش نعمل له كل اللي احنا اتفقنا عليه السنه اللي فاتت، لكن على الاقل نقدر ندعي له. النهارده ان شاء الله نقعد نقرا له نختم له القران جميعا، نخلص الدعوات ليه، ودايما قلوبنا تكون متذكره في الصلوات وفي الموقف الجيد. ونشكر جميع الزملاء اللي شاركوا في هذه الوقفه. ويعني اتفضل استاذ سيد. وطبعا يعني الاستاذ عادل الله يرحمه يعني كان شخص مش عايز اقول يعني ادبه واحترامه ومهنيته العاليه وكل الكلام ده احنا عارفينه كلنا. لكن حسيت يعني على قد ما هو كان خفيف الظل وعلى قد ما هو كان خفيف في قعدته مع الناس كلها، انسلب من بيننا يعني كما عاش، عاش خفيف على الناس كلها، ما كانش ثقيل على المكان ولا ثقيل على زمايله. حتى لما خرج من كل ده خرج يعني انسلب بسهوله شديده. صحيح كلنا افتقدناه وكلنا افتقدنا هذا الصديق العزيز المحترم المهني العالي اللي كلنا خسرناه، لكن بنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. انسان يفعل الخير وكان دايما يحب الخير للناس كلها. احنا كلنا صحيح افتقدناه، لكن انا اعتقد ان هو ما زال منا من اعظم الحاجات اللي انتم عملتوها في البوابه هنا، ان صورته ما زالت يعني رغم انها معلقه على الحوائط لكنها في قلوبنا، كل ما الواحد بيعدي بيشوفه وكانه بيسلم عليه. احنا يعني افتقدنا هذا الصديق العزيز،
واتمنى ان احنا جميعا ان شاء الله يعني بعد هذه يعني الاحتفاليه البسيطه بذكرى ان احنا نقرا له جميعا الفاتحه، وان احنا يعني نتذكره بالخير، وان احنا ندعو له دائما ان يعني ربنا يغفر له يا رب ويغفر لنا احنا كمان. ونتمنى جميعا يعني انا واحد من الناس اللي اتمنى اموت نفس موت الصديق العزيز الراحل عادل القاضي، اتمنى ان احنا نموت زيه كده يعني لا شيء القلب ومتاعب ولا تعب ولا تعب اللي حواليه، بالعكس يعني كانت موته نتمناها جميعا يعني، وربنا يرحمه يا رب. شكرا. الاحتفاء بالذكرى السنويه للصديق العزيز عادل القاضي يمثل في الحقيقه احتفاء بقيمه جميله وهي الوفاه. واتمنى قيمه الوفاه او الوفاه قيمه تترسخ بين ابناء الوفد، دي قيمه احنا افتقدناها للاسف الشديد طوال السنوات اللي فاتت، لكن مفيش معنى ان احنا نبدا. انا بشكر الزميل عادل صبري على البدايه الجميله ديت، والمرحوم كان بيبتسم بلباسه كله، واخلاقياته سواء على المستوى الشخصي او على المستوى المهني نتمنى انها تسود بين الزملاء جميعا، ويا ريت الزملاء في الموقع الشباب ان هم يعلموا من اخلاقياتهم. شكرا الزميل عادل صبري على هذه اللفتة الجميلة، لجميع الزملاء اللي فكروا في هذه اللفتة. أستاذ عادل القاضي، أنا بضيف على الكلام اللي قاله أستاذ عادل صبري، إن هو ما كانش يوافق لو كان موجود بينا على الوقفة ديت من منطلق ديني. أنا بضيف وبقول إن هو كمان مش منطلق ديني بس، لا من منطلق طبيعته. هو عادل القاضي لم يكن محبا للظهور تماما، رغم انه كان شخصيه اعلاميه من الدرجه الاولى، لانه كان يرفض الظهور الاعلامي. وده كان باين من كل مواقفه، يعني انا اذكر في المصري اليوم في بدايتها لما كان مدير تحرير، كانت كل الفضائيات بتيجي تتسابق علشان تعمل معاه حوارات ولقاءات، كان بيرفض تماما. كان بيحلها للزميل مدفوع. فايضا في محيط كان نفس الشيء، لما كان اي حد بيحاول يسب ان هو عمل ثوره في المحيط كان بيرفضها. يقول لا، كل دول فريق عمل الفريق الجماعي. فعادل القاضي طول عمره كان بيعمل ويترك عمله للاخرين يتحدثوا عنه، عمره ما تحدث عن نفسه ولا عن اعماله، رغم خطرتها ورغم اجادتها ورغم كفائتها كلها. فاحنا نتمنى من هذا المنطلق، احنا كلنا لما قعدنا الفريق بتاعه او مدرسته لما قعدنا نفكر طب نعمل له ايه في يوم زي ده ونحتفل بيه ازاي؟ لقينا ابتعدنا كلنا عن عملية برضه إن احنا نعمل احتفال ونصوره ونسجله ونبعته لمختلف الوسائل الإعلامية، قلنا أبسط حاجة نتصف مع روح عادل القاضي ومع طبيعته ومع شخصيته ومعانا احنا كمان، إن احنا نعمل حاجة تنفعه في آخرته. قلنا إن احنا هنعمل النهاردة إن شاء الله ختام للقرآن، وشايفين إن دي أفضل هدية ممكن نبعتها لعادل القاضي في يوم زي ده. أسألكم الدعاء لي دائما